بين أشجار حديقة الحروف وسط بلاد الحكايات، عاشت مجموعة من الأصدقاء. لم يكونوا أصدقاء عاديين، إنهم رفاق لا يستطيعون الفراق، فعلى عاتقهم تقع مسؤوليات كبيرة جدا. كيف لا وهم وحدهم القادرون على رواية القصص؟ إنهم حروف اللغة العربية، 28 حرفا يعيشون معا. لكل منهم عائلته ولكل منهم قصته. تعالوا نتعرف بهم ونقرأ قصصهم. يتجدد اليوم لقاؤنا في رحلة جديدة لقريتنا الجميلة. سنتعرف اليوم إلى صديقنا حرف الميم. هيا بنا. هل هذا هو حرف الميم؟ أجل، هيا لنتعرف إليه أكثر. مرحبا يا حرف الميم. أهلا بكم يا أصدقاء، أنا مسرور برؤيتكم. سأقدم لكم عائلتي الجميلة. أقلام، أقلام. الميم الكامل في آخر الكلمة، وهنا جاء منفصلا لا يتصل بما قبله. حرف الميم الكامل المنفصل. مكتب، مكتب. ميم في أول الكلمة. ليمون، ليمون. ميم في وسط الكلمة. قلم، قلم. ميم في آخر الكلمة، وهنا اتصل حرف الميم بما قبله. نسميه حرف الميم المتصل في آخر الكلمة. إذن تتكون عائلة حرف الميم من 4 أشكال: حرف الميم الكامل المنفصل، حرف الميم في أول الكلمة، حرف الميم في وسط الكلمة، حرف الميم في آخر الكلمة متصل. الآن بإمكاني أن أجد كلمات فيها حرف الميم. الكرم، الكرم. وهنا حرف الميم جاء في آخر الكلمة منفصل. والكرم هو دوال العنب. ملعب، وهنا جاء حرف الميم في أول الكلمة. وكلمة علم تحوي ميما في آخر الكلمة متصل. هذا هو علم بلادي سوريا، اللون الأحمر من الأعلى ثم الأبيض ويليه اللون الأسود، وفي وسطه نجمتان خضراوان. وكلمة قمم تحوي ميمين اثنتين في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة. والقمم كلمة تدل على الجمع، مفردها قمة، ويقصد بها أعلى نقطة في الجبل. مدرسة، حرف الميم في أول الكلمة. أنا أحب مدرستي، ففيها أتعلم وأحصل على الكثير من المعارف، كما أحب معلمتي ورفاقي.
أحافظ على نظافة وترتيب مدرستي، فلا أعبث بأثاثها ولا أكتب على جدرانها. لدي حقيبة جميلة لونها أحمر، وفيها الكثير من الأدوات التي تحوي حرف الميم: مقلمة، قلم، ممحات، مبرات، ومسطرة، وأنا أحافظ عليها كلها. هذه اللافتة كتب عليها كلمات فيها حرف الميم. هيا استمع جيدا، سأقرأها لك. حسنا. ماعز، رمان، قلم. كلمة ماعز الميم في أول الكلمة، وكلمة رمان الميم في وسط الكلمة، ولكنه لم يتصل بما قبله. أما كلمة قلم فحرف الميم في آخر الكلمة متصل. أنت يا صغيري، أصبح من السهل علي أن ألفظ حرف الميم مع المدود الطويلة. ما إذن ما ماما ماما مو رموش رموش مي رامي رامي. ولكن كيف نلفظ حرف الميم مع المدود القصيرة؟ يلفظ حرف الميم مع الفتحة م، ويلفظ مع الضمة م. أما مع الكسرة فيلفظ حرف الميم م. م ملعب ملعب. م مستطيل مستطيل. مي مقلمة مي مقلمة. ما ما مي مي. مو مو. هيا نتابع رحلتنا. ما ملعب، ما ماما، مو مستطيل، مو رموش، مي مقلمة، مي رامي. الآن سأذهب من هنا كي أحلل وأركب مجموعة من الكلمات. كلمة يوم تتكون من ثلاثة حروف: حرف الياء في أول الكلمة، ثم حرف الواو، ثم حرف الميم. وكلمة ماما فيها أربعة حروف: حرف الميم ثم مد الألف، وحرف الميم ثم مد الألف أيضا. هذه الحروف الثلاث تشكل كلمة مفيدة. حرف الباء يتصل بما بعده وهو حرف الواو، ثم حرف الميم ولا يتصل بما قبله، تصبح الكلمة ووم.
مفهوم. بما أنك أصبحت قادراً على تحليل الكلمات وتركيبها بسهولة، يمكنك اليوم أن تتعلم كيف تحلل الكلمات إلى مقاطع، وكيف تركب هذه المقاطع لكي تحصل على كلمات صحيحة. كيف يكون ذلك؟ كلمة ماما تتكون من مقطعين اثنين. المقطع الأول حرف الميم مع مد الألف ما، ثم المقطع الثاني حرف الميم مع مد الألف ما ما ما. أيضا كلمة بابا تتكون من مقطعين اثنين، حرف الباء مع مد الألف مقطع أول با، ثم حرف الباء مع الألف أيضا با مقطع ثان. هذا يسهل علي عملية قراءة الكلمات. هنا المقطع الأول يو، ثم حرف الميم يوم، وهنا المقطع الأول ما، ثم المقطع الثاني ما، تصبح الكلمة ماما. المقطع الأول بو، ثم حرف الميم، تصبح الكلمة بوم. فهو وقت الغروب قد حان ووقت العودة أيضا. انتهت رحلتنا، سنعود مجددا لنتعرف إلى ساكني هذه القرية الجميلة من حروفنا حروف اللغة العربية. إلى اللقاء.